دوز مع سارة أحمد. صباح الخير ويسعد صباحكم مستمعين، معاكم سارة أحمد في دوز، وحكون إن شاء الله معاكم من الساعة 11 للساعة 12. طيب قبل لا نبدأ حلقتنا حذكركم بأرقام التواصل 012-616-1100 للاتصال ولمشاركتكم موضوعنا وطبعا جوائزنا، و 055-66-89-001 للواتساب ورسائلكم. كل اللي عليك اسمك الثنائي ومدينتك والجائزة اللي انت حاببها. طيب في عالم الجمال والأناقة طبعا نجحت دار المجوهرات الفضية الراقية فايندرا في الإبداع والتناغم لتأسر قلوب النساء والرجال، وطبعا فايندرا تعتمد في ثقافتها على الجودة والتميز، وطبعا باين جدا في رضا عملائهم ومبيعاتهم المميزة. ومن السهل جدا الوصول لمحلات فايندرا، فهي عندها عدة فروع في المملكة وفي الإمارات العربية المتحدة. وتقدروا تزوروا موقعهم الإلكتروني www.findra.com عشان تشوفوا أجمل وأحدث القطع والتصاميم. طبعا فايندرا بتقدم لمستمعين ألف ألف كوبون بقيمة 1000 ريال سعودي تقدروا تستفيدوا منه في جميع فروع المملكة. طيب موضوعنا اليوم هو قدرة الإنسان على التعامل مع نفسه وغيره بإيجابية طبعا، والتعامل كمان مع عواطفه وتحقيقه لأكبر قدر ممكن من السعادة لنفسه ولغيره، وطبعا يفتح له أبواب كثير من العلاقات الناجحة. موضوعنا اليوم يتكلم عن الذكاء العاطفي. الإنسان في الدنيا مو بس ينجح بشهادته وعلمه، كمان يقدر ينجح بمهاراته في الذكاء العاطفي، في التعامل، في الأسلوب، في إنه كيف يتحكم في عواطفه، إنه كيف يقدر بشخصيته ينشر الطاقة الإيجابية في طريقه وفي طريقة تفكيره كمان. ففي عقل كل واحد مننا تنفتح آفاق كثير، وتتسجل الأحداث والمشاعر اللي نمر فيها والمواقف كمان الصعبة. فأنت طريقك هنا بتفكير ذكي كيف أنك تقدر تخرج نفسك من الأشياء الصعبة والمواقف اللي مريت فيها، وتتعلم وتعطيك طاقة أكبر إنك تقدر بعد كده تتحكم وتتصرف. فخلق العواطف في نفسنا من أجل وظيفة معينة، وهي حماية الشخص من المخاطر والحفاظ على وجودنا. فمثلاً القلق يخلي الشخص يطيح في مشاكل ولازم يلاقي له حل، والخوف يخلينا نتجنب أي شيء فيه خطورة. فلكل عاطفة رسالة لغرض معين. فإحنا كبشر لازم يكون عندنا ذكاء عاطفي ونفهم دي الرسالة، فما ينفع أنه نتجاهلها أبداً أو نكبت دي العاطفة، لأنه ممكن تضرنا وتؤدي إلى انفجار مشاعر طبعاً، وكلنا نعرف في أوقات إحنا ما نبغاها أصلاً. فعشان كده لازم نتعامل معاها بذكاء في أوقات المشاعر السلبية والإيجابية تختلط، بس في النهاية كلها تتحول سبحان الله الإيجابية، لأنها تحمي الإنسان وتنبه. وزي ما قلت لكم يعني القلق مشاعر سلبية، بس في النهاية لما إنه هو طريق إنه أنا ألاقي لي حل، في النهاية تحول لإيجابي. فسبحان الله كل المشاعر السلبية في النهاية حتى لو اختلطت بتلاقيها تلقائيا تتحول لإيجابي، وإلا ما تفكيرك إذا كان بطريقة كويسة يتحول لمشاعر إيجابية على طول. طيب حرجع وأذكركم مرة تانية بأرقام التواصل 012-616-1100 للاتصال ولمشاركتكم موضوعنا طبعا وجوائزنا، على 055-66-89-001. كل اللي عليك اسمك الثنائي
ومدينتك والجائزة اللي حاببها. طيب نطلع فاصل سريع مع أحمد سعد قادر أكمل ونرجع لكم من جديد. دوز مع سارة أحمد. ورجعنا لكم من جديد مستمعين وما زلنا معاكم على السمع، ولا تنسوا تتواصلوا معنا على 012-616-1100 للاتصال ولمشاركتكم طبعا جوائزنا وموضوعنا، وعلى الواتساب حيكون 055-66-89-001. طيب زد من أوائل المحلات اللي قدمت الخدمة الذاتية وفتحوا فروع درايف ثرو، واللي يميز زد عن أي منافس الجودة وتنوع المنتجات من آيس كريمات، ساندويتشات، قهوة مختصة وحلويات مميزة. وطبعا عندهم فروع كثيرة، فرع شارع غرناطة وثلاثة فروع في الحمدانية وكمان في شارع حراء والحمرة، يعني مكان واحد يجمع احتياجاتك بأسعار جدا منافسة وجودة عالية جدا. طيب خلينا نعرف العلاقة بين العواطف والسلوك والأفكار. ما في أحد في الدنيا يقدر يقرر عواطفه، بس يقدر يقرر كيف ممكن يتحكم في عواطفه، ودي طبعا يبغى لها ذكاء. فما في أحد كمان يقرر متى يغضب ومتى يخاف ومتى يقلق ومتى يحب، لكن أقدر أعرف كيف أتعامل مع خوفي وقلقي وزعلي بإني أتحكم في عواطفي، في سلوكي، في أفكاري. فإذا قدرت تغير داخلك معناته حتقدر تغير خارجك. طيب خلينا نعرف أهمية الذكاء العاطفي مع الأشخاص الثانيين عشان نقدر نبني علاقات إنسانية، بس قبل لا أبدأ أشرح لكم خلينا ناخذ اتصال. صباح الخير. هلا مرحبا، صباح الخير. أهلين، صباح النور، من معايا؟ معاك خير عبد اللطيف من نجران. خير عبد اللطيف؟ خيري 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 عبد اللطيف، أهلين فيك يا خيري وأهلين في كل أهل نجران. هلا حياكي. الله يسعدك خيري. طبعا سمعتنا اليوم بنتكلم عن الذكاء العاطفي. ايوه. وكيف انه تقدر تتحكم في عواطفك، في سلوكك، في افكارك عشان تصير شخص يعني ذكي عاطفيا وتقدر تتصرف اي تصرف وطاقتك كلها تكون ايجابيه. ايوه. فهل انت تحس نفسك شخص ذكي عاطفيا؟ والله على حسب يعني الشخص، يعني من ناحيه انه يغضب او يسيطر على عواطفه، إنه يتصرف صح في الموقف الصح. يس أكيد. متى يزعل، متى يكون يعني مسيطر على أعصابه وكذا، برضه على حسب الشخص اللي أنت بتتعامل معاه. يعني في بعض الناس أحيانا لا، الشخص الذكي عاطفيا حتى لو الأشخاص اللي حوله غير متزنين في أفكارهم وعاقلين هو يكون ثابت، لأنه عنده مبدأ وقرارات وعنده طريقة تفكير وعنده مبادئ وعنده قيم، يقدر أيوة. يضبط نفسه من كل شيء. ايوه صح، بس اكيد هي تاثر. يعني انت لما تتعامل مع احد طبيعي وكذا ما زي لما تتعامل مع احد اصلا هو طبعه انه كذا، يعني يزعل ويغضب يصير فيك الاشياء هذه. اكيد اكيد طبعا، بس حيكون لك طريقه انك تتصرف معاه مهما يكون. اكيد اكيد. يعطيك العافيه خيري وشكرا لمشاركتك. الله يحييك. الله يسلمك يا رب. تسلم. طيب ناخذ اتصال ثاني كمان. صباح الخير. صباح الخير. صباح النور والعافيه. الله يسلمك، مين معايا؟ احمد منصور. اهلين يا احمد، من فين؟ من الرياض. اهلين فيك واهلين في اهل الرياض جميعا. هلا فيكم. الله يسلمك احمد. قل لي، هل انت شخص ذكي عاطفيا؟ تحس انه كده لك طريقتك واسلوبك وقناعاتك ولا؟ أكيد على كل شخص ضروري يعني تكون ذكاء عاطفي، ضروري تكون موجودة، لأن المستقبل والماضي والحاضر يحتاج لك
ذكاء حتى لو ما أنت ذكي ضروري تعطي نفسك ذكاء علشان تتجاوز الصعوب، تتجاوز المراحل، تتجاوز العاطفية، لأن العاطفية هي سبب. إذا مشيت مع العاطفية بعض الأحيان في أمور كثيرة إنك تخسرها. لا أنا بتكلم عن الذكاء العاطفي، مو العاطفة اللي هي إنه تفكر بقلبك طول الوقت. أحيانا مو يعني صراحة يعني مو لازم يعني منتصف يعني متوازن يعني في تفكيرك. أيوة متوازن يعني لا مرة ولا نقص يعني. يعطيك العافية أحمد، وشكرا لمشاركتك، وشكرا لأهل الرياض اللي جالسين يسمعونا. الله يعافيك. الله يسعدك يا رب، شكرا يا أحمد. طيب ناخذ اتصال كمان. صباح الخير. صباح الخير. يا صباح الخير. طيب زي ما قلت لكم، خلينا نعرف أهمية الذكاء العاطفي عشان نقدر نبني علاقات إنسانية صحية وكويسة. أول حاجة، التعاطف طبعا أساس النجاحات في العلاقات. يعني لما نحس بالضيق لأي سبب من الأسباب في الحياة، أول شيء إيش حنفكر فيه؟ إنه نلاقي إنسان نتكلم معاه ويسمع لنا ويتفهم مشاعرنا، لأنه أكيد حيخفف علينا شوية من الضيق اللي نحس فيه. ولأنه التعاطف مع الناس والإحساس بمشاعرهم وفهمهم هي من أهم صفات الإنسان الذكي عاطفيا. والتعاطف مع الأشخاص طبعا يحتاج لاستقرار عاطفي، فالإنسان اللي تستهلكه عواطفه أو تستهلكه عواطف الخوف والقلق والحزن ينخفض إحساسه بمشاعر الناس، لأنه حيكون هو مدمر فما يقدر يعطي أكثر من الأشياء البسيطة اللي عنده. طبعا وعمرها ما كانت القوة في إنك تدوس على مشاعرك أو مشاعر الناس، بالعكس تماما لما تساعدهم وتوقف جنبهم وتشاركهم أحزانهم وأفراحهم. طيب ناخذ اتصال. صباح الخير. هلا صباح النور. هلا يسعد صباحك يا فايدة. صباح النور. يا صباح السعادة والسرور والأمل وكل شيء حلو. الله يسعد قلبك. يا صباح الأمطار والأجوال الحلوة والبرد والغيوم والموية وكل شيء، ولمعان البرق يحيط منطقة حائل البارح واليوم والصباح، جوا حلوة. ازيك أستاذة سعادة؟ والله أحلى تغطية عن منطقتك صراحة. يعني الصراحة يعني كل مناطق المملكة نحبها كل واحد، يعني ما في فرق بيننا، بس تحايل صراحة أنا تتوقع أسبوع هذا ما شاء الله تبارك الله، يعني توقع أنها جوالة يعني خيالية لتولي فيها، يعني رائعة، جوا ممطرة لمعان برق غيوم رشات مطر سيل سحاب بكل أنواع ربيع، كل جو معتدل، درجة الحرارة تقريبا 15، الحمد لله. يعطيك العافية يا رب ويسعدك يا فهد. قولي لي، هل أنت من الأشخاص الذكيين عاطفياً؟ أنك تعرفي تحطي لكل شيء كده، تتعاملي بعواطفك بأسلوبك بطريقة تفكيرك؟ أكيد أنا حاول أني أتعامل بعواطفي وطريقة تفكيري، بس أني أكون صريحة، أميل للصراحة أكثر. إيش؟ أميل للصراحة أكثر، ما أتعامل بعواطف. لا هي ما فيها مجاملات. الشخص الذكي عاطفيا مو إنه يجامل، لكن إنه يعرف يتحكم في عواطفه، في سلوكه، في أفكاره، لا أكيد ينشر أعرف الإيجابية. أيوه لأن من النوع هذا أعرف أتحكم بعواطف. يعني أهو أنت بتعطيني طاقة إيجابية من يوم ما تكلميني، معناته أنت شخص ذكي عاطفيا. أكيد أنا ما أقلش، يعني أنا يعني متعامل بكل ذكاء مع العاطفية يعني. الله يسعدك ويعطيك العافية، وشكرا لمشاركتك يا فايدة. شكرا حبيبتي. شكرا حبيبتي. طيب 012-61-61-100 للاتصال ولمشاركتكم طبعا موضوعنا وجوائزنا، وعلى الواتساب حيكون 055
0001 اسمك الثنائي ومدينتك والجائزة، وتقدر تكتبوا برنامج دوز. نطلع فاصل صغير مع عمرو دياب ونرجع لكم من جديد. دوز مع سارة أحمد. ورجعنا لكم من جديد مستمعين، وما زلنا معاكم، ولا تنسوا 012-616-1100 للاتصال طبعا، ولمشاركتكم موضوعنا، وعلى الواتساب حيكون 055-66-89-001 اسمك الثنائي ومدينتك والجائزة اللي أنت حاببها. طبعاً الفورميلا وان تعود من جديد، استعد لتجربة لا تنسى في حلبة كورنيش جدة مع عودة أكبر حدث رياضي وترفيهي في المملكة، جائزة السعودية الكبرى STC. عيشوا معانا التجربة الترفيهية والرياضية اللي ما رح تنسوها لأكبر حدث، واللي يتضمن أقوى الحفلات الموسيقية والفعاليات الترفيهية العام 2023 خلال الفترة من 17 إلى 19 مارس على حلبة كورنيش جدة. بادروا بحجز تذاكركم عبر الموقع الإلكتروني tickets.saudiarabiangb.com، وللمزيد من المعلومات تقدروا تتابعوا حساب التواصل الاجتماعي على @saudiarabiangb نسابق المستقبل. طيب جاتني رسالة من الأخت فاتن بتقول الذكاء العاطفي مهم، يخليك تعرفي تتعاملي مع الكل مهما كانت حالته عصبية أو فرح وأنت مستقرة نفسيا. أكيد، مو أنا كنت بقولها قبل شوية للأخ اللي كلمني، بقوله أنه أنت تكون ثابت والناس اللي حولك هم اللي يكونوا يعني متغيرين عصبيين وتفر نفسيتهم تعبانة، ما يأثر على طريقة تعاملك أو تفكيرك أبدا مهما يكون، ولا حتى سلوكك. تكون أنت زي ما أنت، أنت تقدر يعني تكون الشخص الثابت، هم اللي حولك هم اللي يكونوا دائما متحركين، وهذه طبعا صعبة، مو أي أحد يقدر يكون عنده ذكاء عاطفي، بس مع الوقت والاستمرار وإني أدرب عقلي وإني أجتهد أكثر على نفسي وإني أتعلم أشياء كثيرة، زي ما قلت مو الشهادات هي بس اللي تعلمني، كمان في أشياء في الحياة كثير تخليني أتعلم منها. يعطيك العافية فاتن، وشكرا على مشاركتك الدائمة. طيب خلينا نعرف صفات الإنسان الذكي عاطفيا. الإنسان الذكي عاطفيا يعرف نفسه، يعرف نقاط ضعفه، يعرف نقاط قوته، يفهم مشاعره مرة كويس ويقرأها باستمرار، ويتحمل المسؤولية في علاقته مع الناس لأنه متعاطف ويراعي مشاعر الناس دائما. متفائل كمان، وما يعيقه الفشل أبدا ولا يخاف من العقبات، تزيد تحدي بالعكس وحماس، ويتقبل النقد بصدر رحب، ويغير نفسه دائما، يعني دائما تلاقيه يسعى للأفضل، وكمان تلاقيه شخص متسامح أو متصالح مع نفسه، وهذه أهم نقطة. والشخص الذكي عاطفيا يقدر يتعرف على عواطفه وعواطف الأشخاص اللي حوله، فعشان تكون شخص ذكي عاطفيا لازم يكون عندك مهارات معينة إنك تقدر تدير عواطفك وعواطف غيرك، يعني تهديهم مثلا أو تشجعهم، يكون عندك مهارة الوعي بالمشاعر، يعني تعرف تحس وتعرف تقدر وتعرف تفهم وتعرف تحترم. كمان يكون عندك مهارة إنك تقدر تطبق مشاعرك في المهمات، يعني سواء كانت في حل المشاكل أو في طريقة تفكيرك وإسلوبك. طيب ناخذ اتصال. صباح الخير. صباح الخير. يا صباح الخير. صباح النور. أهلين، مين معايا؟ معك أحمد الأمير من جدة. أهلين يا أحمد، وأهلين في أهل جدة. الله يحييك ويبارك إن شاء الله. الله يسلمك أحمد. قل لي، هل أنت شخص ذكي عاطفيا؟
والله صعب الواحد يكتشف نفسه على طول، لكن يعني اللي أقدر أقوله. طب متى ما شاء الله يا أحمد، متى تقدر تكتشف نفسك؟ لا هو تكتشف نفسك لا إراديا يعني، ففي يعني أوقات أو أشياء فعلا لما تشوفها أو تحسها في نفسك فهنا أنت تعرف أنك ذكاء عاطفي. مثلا لما تفهم مشاعرك ومشاعر الآخرين أو اللي حولك، هذا من الذكاء العاطفي. صحيح أكيد. ايوه في نفس الوقت عندك الوعي الذاتي، لابد الشخص يكون عنده وعي ذاتي اللي هو يخليه يتعرف على شخصيته ومشاعره وتأثير افعاله المزاجيه طبعا اكيد تأثر على الناس. وكيف انت يعني تكون شخص حوله. ثابت اصلا حتى لو اللي حولك حاولوا يعصبوك، حاولوا يستفزوك، حاولوا انهم تكون انت زي ما انت على طبيعتك على سجيتك. هو ده صدقت هو تأثير افعاله وحالته المزاجيه. صحيح اكيد. ويكون عندي لابد إنه يكون عندي قدرة يعني كل شخص من شخص بيختلف يعني أنا ممكن قدرتي يعني لحد ما، لكن في ناس عندهم ما شاء الله قدرة كبيرة جدا أكيد طبعا ويتحكم فيها. هي قدرات سبحان الله، بس إلا ما يكون فيك شيء يعني. أيوة لابد، وإذا كل ما كبرت القدرة كل ما أنت تقدر تقرأ مشاعر الآخرين بسهولة يعني ما راح تتعب معها، تفهمها وتقرأ وتعرف وإيش يبغى وإنت نفسك تعرف إيش تبغى. أكيد هو ده. يعطيك العافية يا أحمد وشكرا لمشاركتك وشكرا لإضافتك الجميلة. الله يسعدك. الله يسلمك يا رب. شكرا. طيب ناخد اتصال تاني. صباح الخير. صباح النور. أهلين مين معايا؟ يسعد صباحك يا رب. الله يحييك أختي سارة، كيف صحتك؟ الله يسلمك بخير. من معايا؟ أحمد خوجلي من الإحساء. أهلين يا أحمد وأهلين في أهل الإحساء. الله يحييك. الله يسلمك. أحمد قل لي، هل تحس نفسك شخص ذكي عاطفيا وأنه مهما الأشياء اللي حولك تحاول تأثر عليك أنت ثابت في مكانك؟ الحمد لله شيء أما الحمد لله. وأنا أفتكر إنه هو الذكاء العاطفي إنه الإنسان يعني يقدر يتحكم في مشاعره، والفائدة الأولى بترجع للشخص نفسه. صحيح أكيد. إنه هو يقدر يحافظ على أعضائه، يعني أغلب المشاكل الصحية أغلب يسيطر عليها، يكون متصالح مع نفسه، يكون عايش حياة صحية. بالضبط كده، يكون محافظ على موده. صح أكيد. لأنه عارف إيش بيسوي. يعني خطواته واضحة، ما بيهدك نفسه. إيه بالضبط كده، يعني بالضبط كده أقدر أحافظ على موضوع. ما يعني أغلب المشاكل الصحية هي يعني مشاكل نفسية، يعني الضغط والسكر والمصران العصبي وكلها، يعني واحد ما يقدر يتحكم في أعصابه وما يقدر يتحكم في مشاعره، ففي الغاية بدور نفسه. صحيح. بدور غيره كمان. صحيح مليون في المية أنا معاك، إنه أكثر الأشخاص العصبيين واللي يتنرفزوا واللي في النهاية بتلاقي كله يعني ينقلب على صحتهم، وتلاقيهم مثلا عايشين في قلق وتوتر وضغط عالي وضغط واطي فما في شيء يستاهل صراحة. أهم شيء صحة الإنسان وإنه ما يخلي نفسه عرضة لأي حاجة يتعرض لها تستفزه أو تضايقه أو تزعله أو تخليه مثلا إنه سهل إنه الواحد كده يمرض بسرعة وأي أحد يديله كلمة ويخليه شخص عصبي ولا ينرفزه. ما في شيء يستاهل. ما في شيء يستاهل بالضبط كده. فالإنسان الذكي عاطفيا هو إنسان بيقدر يكتسب السعادة لنفسه. صحيح. وبيقدر يعني يبث السعادة في الناس اللي حوله. صح، وينشر الطاقة للناس اللي حوله زي ما قلت. أكيد أكيد. يعطيك العافية وشكرا لمشاركتك. الله يحييك. الله يسلمك يا رب. طيب كمان من الأشياء اللي تميز الشخص الذكي عاطفيا إنه يعني يقدر يفهم المعاني الخاصة ويستنتجها ويفهم الانفعالات كمان، وتلاقيه عنده حلول ويقدر يعني ينتبه مرة كويس لفهم مشاعره الخاصة وكمان مشاعر غيره بشكل واضح، ويدقق في تصرفاته الانفعالية أو العقلانية أو المهنية كمان عشان يتعلم أكثر ويكون عنده وعي بكل شيء في الحياة. وحتلاقيه إنه حتى تفكيره أتغير وصار إيجابي مرة على مرة إلين يوصل لقمة التفكير أو لقمة الذكاء العاطفي. طيب ناخد اتصال. صباح الخير.
صباح النور يا مرحبا. أهلين مرحبا من معايا. والله أنا أحمد رقم ثلاثة، أول أحمد من جدة بعد الأحساء أنا من الرياض. يلا يعطيكم العافية تنورونا وينوروني أهل الرياض. الله يسعدك. الله يسلمك يا رب. أحمد قل لي، هل أنت تحس نفسك أنك شخص ذكي عاطفيا، ولا أنه سهل أنه أي أحد كده يعني يستفزك أو يغير لك طريقة تفكيرك أو أسلوبك، أو تحس أنك ثابت ما تتحرك، نفس مبادئك نفس تفكيرك نفس قيمك؟ والله أنا للأسف تمثلت علي الأمور في أغلب الأوقات، يعني أحيانا أحاول أركز يعني في مواقف تكون سهلة يعني أني أتفاداها، يعني أكون أنا يعني متفق مع نفسي في أغلب الأحيان، لكني فجأة والله ما أقدر أتمارك نفسي. للعلم هذه الأمور رجعت على نفسيتي، يعني تعبت ترى نفسيتي يعني جدا تعبت. أكيد طبعا، هو أبدع على الإنسان نفسيته وصحته، ما في أهم من كده. الأمر هذا والله جدا خطير. أنا أعتقد وأتوقع لو كل الناس يعني يوصلون لمرحلة الذكاء العاطفي، الناس راح تعيش يعني بدون تعب نفسي ولا مرض قلب، وراح يكون الأمر بينهم يعني التعامل جدا جميل، حيعيشون حتى في خير والله. أنا لكن الإنسان كيف أصلا كيف يقدر، أنا ودي أعرف الإنسان كيف يقدر يعني يطور نفسه يوصل مرحلة الذكاء العاطفي يعني. شوف يا أحمد، ما في إنسان في الدنيا كامل، يعني حتى لو أنا مثلا أجي أقولك أنا شخص ذكية جدا عاطفيا، لكن ما يمنع أنه أوقات مثلا يكون بتعرض لأشياء، لأنه أنا في النهاية إنسان بشر، أتعرض لموقف معين ممكن يزعلني، ممكن موقف بسيط يخليني أزعل أبكي، عادي أنا إنسانة. بس ما شاء الله تختلف من أحد لأحد، في ناس صحيح يعني الله يسدهم ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب القراءة، انك تكون ثابت ولك مبدا ما تغيره مهما كان، انك تهدي الامور على نفسك وتتصالح داخليا قبل ما تتصالح مع خارجك، تجلس مع نفسك اتامل، اقرا قران، استغفر، دور لك اشياء في الحياه تشغل نفسك بيها حقيقيه وتفيدك ترجع عليك، عشان لا تخلي اي شخص في الدنيا. ودائما فكر انه كل الناس اللي حولك متغيرين، انت اللي حتفضل زي ما انت ثابت، ف مين أبقى عليك؟ صحتك ونفسيتك وحياتك. صحيح. والله فعلا فعلا، لأن يعني أنا أتعب كثير والله. والله يا أختي الفاضلة، أنا يوميا وأنا طالع من الصباح أقول أذكاري، ومن ضمنها أقول اللهم لا تحكمني نفسي هواها، يعني ودي أنا أكبح جباح يعني العصبية، يعني هي أحيانا مواقف يعني تحصل مواقف في السواق عند الرياض زحمة، شيء بسيط أحد يدخل على طريقك يعني يمديك تتفادى، ولا فأنا يعني أقل شيء هذا يعني ما أقدر أسيطر عليه للأسف. مرة على مرة يا أحمد، ما في شيء يجي على طول، مرة على مرة درب نفسك، شوف الممارسة والتدريب. أنا أحاول جدا جدا صراحة، وموضوعكم هذا جدا جميل، أشكركم على طرحه، ويعني ودي العالم تفهم هذا الشيء يعني فعليا. الله يسعدك، راح يفيدك مع أهلك في البيت، اجتماعيا عندك في العمل، في الشارع، في أي مكان صراحة. تحس إنك من جوا كده إنسان بارد، في برودة، إنسان خفيف، ما في أي شيء يقدر يوقفك. إيه في ناس منطلق. هذا بارد زي كده يحسون. لا لا. مالك بالناس. أول خطوة لك بنفسك، مالك بالناس. صحيح صح صحيح، بالعكس هذا يرجع لك والله حتى ما يجيك الأمراض، راح تكون يعني أصلا محمود بين الناس، هذا إنسان كويس. يعني ما هو يمكن يرفع صوته، يقدر يتصرف، يلجأوا لك حتى الناس بحلول بعض يعني أكثر المشاكل. صحيح أكيد. يعني أتمنى لي ولأي أحد والله إنه يحاول يسيطر على نفسه يعني. أكيد طبعا، والله يقويك إن شاء الله ويقوينا كلنا، ونفضل ثابتين كده، وزي ما قلت لك فكر آمين. رقم واحد في نفسك بس. آمين آمين يا رب آمين. صح واحد يبدأ بنفسه وبعدين اللي حوله. يعطيك العافية وشكرا لمشاركتك. أنا أشكركم لتحت الفرصة لي وموضعكم جميلة، وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. يا رب تسلم، يعطيك العافية يا أحمد. الله يسعدك يا أختي، يا هلا. نطلع فاصل سريع مع محمد سعيد. محمد سعد، أنا قلت لك من بعيد ما أشوف، قالوا عليك، قالوا عليكي. يلا نطلع فاصل سريع. دوز مع سارة أحمد. ورجعنا لكم مستمعين الآخر فقرة لنا في اليوم، وإن شاء الله حايش قولوا معايا، أذكركم برقام التواصل.
أنا جلسة أذكركم بأرقام التواصل عشان بكرة يعني 012-61-61-100 للاتصال، وطبعا لمشاركتكم مواضيعنا، وعلى الواتساب حيكون 055-66-89001. طيب إكستريم إي 20 سائق وسائق يمثلوا 10 فرق، وكلهم طبعا يتجهوا اليوم للمشاركة في تحدي جائزة ديزرت إكس، أحد جولات سلسلة سباقات سيارات الدفع الرباعي الكهربائي. إكستريم إي حيكون يوم 11 و12 مارش 2023، لأنه هذا اليوم يتماشى مع جهود المملكة لترسيخ مفاهيم الاستدامة وتعزيز استخدام السيارات الكهربائية. وطبعا كلكم حابين تعرفوا التفاصيل للحدث العالمي، تقدروا تتابعوا حسابات شركة رياضة المحركات السعودية على مواقع التواصل @سعودي موتور سبورت عشان تعيشوا أجواء الحدث. طيب، في علامات تدل على الذكاء العاطفي، إنك تفكر 100 مرة في مشاعرك وتعرف تأثيرها عليك وعلى اللي حولك، وكمان تعرف النقطة اللي تتوقف عندها وخصوصاً قبل ما تتصرف أو تتكلم مع الناس، وده حيساعدك إنك تتجنب الإحراج أو إنك تجرح أي شخص، وكمان في إنك تاخد قراراتك وأبعد عن القرارات المؤقتة. وطبعاً كيف نقدر نسيطر على أفكارنا، لأنه السيطرة على عواطفنا وأفكارنا وردود أفعالنا مو شيء سهل أبداً، ولا أي أحد سهل إنه يقدر له، فلازم إيه بالطريقة اللي تناسب قيمك وأهدافك، وأجلس أمرن نفسي وقت طويل إلين أوصل للنتيجة اللي أنا أبغاها، وإلين أوصل كمان لأهدافي. وكيف كمان إني أستفيد من الانتقادات، يعني خذ النقد فرصة إنك تتعلم، وإذا كان الانتقاد مو في مكانه استفدت إنك تعرف طريقة تفكير الشخص وخلاص، شكراً، لأنك أنت عارف نفسك ومبادئك وقيمك، فلا تخلي أحد يأثر عليك إذا كانت الانتقادات هذه في غير مكانها. كمان يكون عندك أصالة لنفسك، يعني قاصد الشيء اللي تسويه وتقوله وتتمسك بمبادئك وكمان بقيمك، وتعرف كمان كيف تظهر تعاطفك عشان يساعدك على التواصل مع الأشخاص بشكل أفضل، ومو معناته إنك تتفق مع وجهات نظرهم بس يخليك تبني علاقات عميقة ومتواصلة، وطبعا لك رأيك المستقل أكيد. تقدر تمدح الأشخاص وتعتذر لهم إذا غلطوا وتغفر لهم إذا غلطوا، وتساعد أي شخص يحتاجك عشان يبني هذا الموضوع، يعني يبني الثقة بينكم ويقويها، وتلهمهم إنهم يكونوا أفضل، وده يدل على تواضعك وشجاعتك وتقديرك. في الختام، حاول تكون شخص ذكي عاطفياً عشان تقدر ترتقي بنفسك ومع المجتمع وتتكيف. كانت معكم سارة أحمد في دوز، إن شاء الله بكرة موعدنا من الساعة 11 للساعة 12. مع السلامة.